طيب من النادي الاهلي بقى ننتقل الى ميت عقبه نعم. ونادي الزمالك والكونفدراليه. ايه بقى توقعاتك في القرعه بتاعت الكونفدراليه وبرضه فرص حصول نادي الزمالك على البطوله؟ طبعا نادي الزمالك حاليا ربما يكون النادي طبعا والجماهير حزينه بسبب خساره الكاس الاخيره قدام النادي الاهلي، لكن والله انا بقول لهم ما تزعلوش قوي، الفريق قدم مباراه كويسه ومشاكل الفريق بقت واضحه على وجهه نظري الشخصيه. يعني جوزيه جوميز مدير فني ممتاز لنادي الزمالك، قدم مباراه شوط اول ممتاز قدام النادي الاهلي. نادي الزمالك في السنوات الاخيره اعتقد ده افضل شوط لعبه قدام الاهلي في اخر السنوات، الشوط الاول كان هو حتى اقرب لهز انا الشباك. عندي سؤال شخصي في النقطه دي، اتفضل. هل الزمالك هو كان متفوق فنيا بحيث ان قدراته والتكتيكات بتاعته كانت احسن، نعم. ولا الاهلي كان ضعيف فنيا فالزمالك خد مساحته؟ هو هي طبعا هو الزمالك طبعا لا يحاسب على اخطاء الاهلي، الزمالك ملوش دعوه، الزمالك له اسلوب يعني له طريقته، انا العب والعكس صحيح. ربما يكون كولر اخطا خطا فادح الشوط الاول بانه اعتمد على الثنائي كريم ندفد وعمرو السوليه، الاثنين عندهم شعور كريت عالي، فالاثنين وقعوا مع بعض. خط وسط ملعب النادي الاهلي كانت واضحه جدا 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 ان ملعب الاهلي مقسوم دفاع وهجوم، مفيش خط وسط خالص كنا الشوط بنشوف الاول رامي ربيعة بيزيد بعد نص الملعب عشان بالظبط. فالشوط الاول نادي الزمالك لعب مباراه جيده في وجهه نظري، انا في وجهه نظري شخصيه كان عنده بس هو مشكله ان عبد الله السعيد مبطئ الريتم، عبد الله السعيد بسبب السن بسبب اسلوب اللعب ستايل اللعب مبطئ الريتم بتاع الفريق، انما زيزو هو كان وزيزو في الجبهه اليمنى واحمد فتوح ومصطفى الشلبي في الجبهه اليسرى عملوا مباراه ممتازه، الزمالك سريع جدا وفي تفوق في الاجنحه. وانس زيزو اتصاب وطبعا بتمنى له الشفاء وخرج، نزل لاعب تاني بيبطئ الاداء اكتر واكتر وهو شيكابالا. شيكابالا بيبطئ الريتم وما بيدافعش، ما شفناش علي معلول طوال 45 دقيقه الاولى في نص ملعب نادي الزمالك كتير. الشوط الثاني علي معلول خده شارع بسبب ايه؟ بسبب نزول شيكابالا. فمشكله نادي الزمالك حاليا في وجهه نظري الشخصيه هي في اسمين، شيكابالا وعبد الله السعيد، الاعتماد على اسماء نجوم وجودهم في الملعب بدون شك. من وقت الكلام التحليل الفني انا عارف ان الجماهير بتحب اللعيبه كاسماء، نعم بيتكلم ده تحليل فني، وجودهم في الملعب برضه مهم وجودهم في الملعب للعيبه دعم للعيبه وجودهم في فرص الملعب، الخبره. لا وجودهم في الملعب مضر للفريق، ما ينفعش تعتمد عليهم طالما انت لسه ما اطمنتش على الملعب. يعني يعني مثلا شايف الملعب ما يشيلش نو الاثنين لا الاسمين لا مع بعض؟ مستحيل طبعا، ما ينفعش اصلا عبد الله سعيد يلعب على عناصر ماهر، مستحيل، ده ضد اصلا منطقيه الكوره، ما ينفعش، ما ينفعش تلعب عبد الله السعيد او تحطه كرانك على ناصر ماهر، ما ينفعش، ولا ورك ريت ولا رؤيه ولا سرعه لعب ولا تمرير. عبد الله السعيد عنده واحده من اسوء من اسوء حاليا من اسوء مهارات صنع اللعب، وهي لما بيستلم الكرة بيلف، ما ينفعش، بيبطئ الريتم. فنادي الزمالك عشان كده نادي الزمالك الشوط الاول كان حاجه، الشوط الثاني حاجه تانية. طيب احنا بنتكلم دخلنا في تفاصيل الاهلي والزمالك، انا اسف احنا رحنا للكونفدراليه. قبل الكونفدراليه عندنا مواجهات محليه، عشان انا عارف انت عايز تتكلم عن ماتش بس الاهلي والزمالك اقول لك بس عشان بس الناس تبقى عارفه، انا في وجهه نظري افضل مواجهه للزمالك في الكونفدراليه هي المغلفات، انه يلعب فيوتشر. ليه مش هيسافر؟ فيوتشر انه عشان ما يسافرش، عشان يلعب الماتشين في مصر. فانت هنا هتقلل حظه طبعا، هيبقى افضل، هتقلل من مساله الجهد البدني والسفر والتعب. بس انا بشوف نادي الزمالك مع جوزيه جوميز مدير فني ممتاز جدا جدا من الناحيه الدفاعيه، وقدر ان هو يقدم شكل جديد للفريق. اعتقد نادي الزمالك، ولكن فيوتشر والزمالك احنا كده المفروض هنضطر ان احنا نخسر فريق مصري في البطوله. انا بقول لك انا بكلمك من منظور الزمالك. انا دلوقتي بتكلم، انت السؤال ايه؟ مين الافضل للزمالك؟ لو انا في الجهاز الفني طبعا هقول لك ليه فيوتشر، انا مش هسافر، وكمان نادي الزمالك السنه دي متفوق على فيوتشر في المباريات اللي جمعتهم مع بعض، فانا عندي افضليه بدل ما اسافر. بس مشكله نادي الزمالك في البطوله كلها ماتشه مع نهضه بركان، هقابله زي احنا عملنا سان داونز مع الاهلي في دوري الابطال، نهضه بركان عامل كده زي اشبيليه والدوري الاوروبي، البطوله دي محجوزه باسمه، فلازم هو يشوف ويحضر نفسه لمباراه نهضه بركان، هتبقى سيمي فاينل ولا فاينل. انا اعتقد نادي الزمالك مش عنده اي مشكله في الصعود للدور قبل النهائي.